بس اول ما يخش الفرح بيتضرب له تعظيم سلام اهو الادهم وصل هيكشف الافلام ما هو فخر الغردقه دقه فخر الغردقه دقه فخر الغردقه دقه فخر الغردقه دقه مالك يا ادهم؟ اصل انا كان عندي صداع ودكتور امجد اداني حبوب. حبوب؟ حبوب ايه؟ حبوب جارة ارى 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 تتضايق مني ما تتضايق اصل انا هكشف حقايق. حقيقي يا ابني؟ انا شفت ست نوسة في غرفة دكتور امجد وبتقول له قاعد لوحدك كده زهقان نوسة توزك في سكة هسكت انا. ما تسكت بقى خلاص اتكتم بقى خلاص عرفت انك حافظ الكوكتيل كله بتاع الراجل اللي قاعد في البيت اسكت. ربنا ما يحرمك مني ولا يحرمني منك وكتر يا رب اللايك والشير وقدرني على فعل الخير انا بحب اصحابي. مالك يا ادهم؟ مالك يا ادهم؟ في ايه؟ صحيح اللي بيقوله رامز جلال ده قصدي ادهم جلال؟ لا رامز كذاب قصدي ادهم زفت ده كذاب. اسمعني عمرها ما حصلت خالص ارجوك اسمعني يا فارس عايزين يخلصوا مني وانا نوزه ست العرايس. شاكوش قصدي ده الدكتور امجد ارجوك تعال اقول لهم الحقيقه لحسن ده بيقولوا كلام كذب خالص. انا 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 مش عارفني لا بجد لا انا توت بدي انا مش ادهم. انا مش انا عارفه الست دي كويس. ايوه عرفني. ايوه انا عارفها كويس قوي ما تخافيش يا نوسه انا معاكي يا عالم يا خلق يا هو يا هو يا هو يا هو. خلاص بقى انجز ابص ايدك واقول لهم الحقيقه. نوسه نوسه ما سابتش راجل في الفندق الا وعدت عليه. الله يخرب بيتك يا اخي ده كده مش حلو خالص. اسكت انت خالص. نوسه انا مش هسيبك لازم احميكي منهم. طب انقذني بقى واقول لهم الحقيقه. يا جماعه انا لازم اقولها بمنتهى الصراحه نوسه كانت عندي امبارح بالليل. استر على ولادنا يا رب. خرجت تعبانه وبرده ما راحتش اوضتها راحت على اوضه سعيد. انا عمري ما حد جالي هي اللي استضافتني عندها كمان. منك لله يا خسارة يا فارس. انا كان نفسي اتجوزك واجيب منك عيال بيض وعليهم خضر ويملوا الاوض. ها منك لله يا شيخ تربطها على دماغي. على دماغي على دماغي نوسة على دماغي نوسة على دماغي نوسة على دماغي. من فضلك لو سمحت نزل ايدك تحت. انا هرفدك يا ادهم. مش انا خالص اللي ممكن اترفد. يا جماعه يا جماعه اسمعوني اسمعوني اصل الحكايه عندي انا يا خلق يا هو. نوسه نوسه دي ست طيبه قوي حنينه دامسه بتشوف شغلها بمنتهى الشفافيه. انتوا هنكت يا دكتور ولا ايه؟ يلا يا بنتي باين عليها هتجوزك انت. يلا فرستي. ايوه يا جماعه ايوه يا جماعه اسمعوني. ايه يا احلى عروسه حبيبي يا اجدع عريس نوسه الاصيله برضو ما سابتكيش يوم فرحك. نوسه كانت عند العريس في الاوضه. يا نهار اسود ايه الكلام اللي انا بسمعه ده؟ مستحيل يا سناء ما حصلش. حصل قدامي قدامي يا خاين. خاين يا جماعه يا خلق يا هو نوسه ضحيه نوسه مريضه نفسيه نوسه بتمشي وهي نايمه 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 نايمه.